انا باكل وما بتخنش يا دكتور. والله باكل وما بتخنش يعني، هو من صغري ما كنتش قوي يعني، اللي هو ما كنتش رفيع للدرجه دي يعني. انت النحافه ديت زادت في الفتره الاخيره صح كده؟ يعني من كام سنه مثلا؟ لا بلا بتاع 5 سنين مثلا، 4 سنين. يعني بقى 5 سنين. والله يا اخي انا اي حد نحيف بيجي لي العياده اول حاجه بطلبها منه ان هو يعمل مجموعه من التحاليل عشان نتاكد ان احنا ما عندناش خلل مرضي، لان الخلل المرضي ممكن يكون سبب للنحافه. ايه هي الاشياء اللي ممكن تسبب لنا النحافه عندنا؟ ممكن يكون عندنا ديدان في الامعاء، فاحنا نكون الاكل اللي احنا بناكله ديدان بتاعتنا بتاكله، فمنستفيدش بالاكل بتاعنا حتى لو مشينا على نظام غذائي وهكذا. فمطلوب ان احنا اول حاجه نعمل تحليل براز العينه صباحيه علشان نتاكد ان احنا ما عندناش ديدان في الامعاء. نعمل تاني حاجه بنعمل تحليل صوره دم كامله علشان ما نتاكد ان احنا ما عندناش انيميا، لان الانيميا ايضا سبب في النحافه وفقد الوزن. فاحنا دلوقتي لو عايزين نعالج المشكله لابد ان نبحث عن خلل مرضي، ممكن يكون ديدان في الامعاء، فنعمل تحليل براز العينه صباحيه، بنعمل صوره دم كامله علشان نتاكد ان احنا ما عندناش انيميا، لان الانيميا سبب في النحافه وفقد الوزن. بنعمل تحليل غده درقيه، لان الغده الدرقيه بتاعتنا بتبقى موجوده هنا في الرقبه على هيئه فراشه، بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين. اما بيبقى في افراط في افراز هرمون الثيروكسين بشكل مبالغ فيه، فالحرق بتاعنا بيبقى عالي، التمثيل الغذائي بتاعنا بيبقى عالي، فالاكل اللي احنا بناكله بيتحرق، فبالتالي ما بنستفيدش منه، فما يحصلش ان احنا مثلا وليكن ان احنا يحصل لينا زياده في الوزن، فبرضه بنعمل تحليل الغده الدرقيه. من الضروري هناك بعض التحاليل الاخرى ممكن الدكتور يساعد ان هو يعملها لك، زي مثلا تحليل السكر لو انت مثلا وليكن هناك اعراض اخرى مع النحافه، مثلا وليكن دوخه جت بشكل مفاجئ، بتقع كتير، مش عارف زي كده. فممكن يكون هناك مثلا وليكن لو في فتره مثلا معينه كان وزننا كويس وبعد كده بدأنا نخس بشكل مبالغ فيه، فلابد ممكن الدكتور يطلب مثلا تحليل سكر او كده علشان نتأكد ان احنا ما عندناش سكر، لان السكر المفاجئ ممكن يكون هو سبب ايضا في النحافة. ممكن هناك بعض الاشياء الاخرى مثلا سوء الهضم، يكون احنا الاكل اللي احنا بناكله ما بيتهضمش كويس، فالاكل اللي احنا بناكله بيخرج زي ما هو فما بنستفيدش منه، فبرضه سوء الهضم. فمن الضروري ان احنا نعمل تحاليل في البداية. لو عملنا كل هذه التحاليل وطلعنا ان احنا صحيا بخير، معايا ولا انت مع ناس التانيين؟ معاك معاك سامعك. لو عملنا كل هذه التحاليل وطلعنا ان احنا صحيا بخير، بنعمل ايه؟ يبقى بنتأكد ان النحافة السبب الرئيسي بتاعها العصبية، فالعصبية سبب برضو للنحافة وفقد الوزن. فلو عملنا كل هذه التحاليل يبقى ننصح النصيحة الأساسية بتاعتنا اللي بنكتبها في كل الروشتات، ممنوع العصبية، ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأن أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هتدنك نحيف، أنت اللي هتموت في النهاية، وهم قاعدين في حالة من البرود التام. فلابد إن إحنا يعني نبعد عن العصبية، لأن هم مستفيدين، هو بيعصبك وأنت بتبقى في قمة عصبيتك وهو قاعد كده مبسوط إن أنت متعصب. فنحاول قدر الإمكان إن إحنا لا نسمح لأي حد، مش عايزين ندخل حد جوه جسمنا ويتحكم في مفتاح العصبية بتاعنا، إحنا اللي نتحكم في نفسنا ونكون كده نحاول قدر الإمكان. طب هل يا دكتور في حاجات مثلا وليكن في الصيدلية ممكن نجيبها كمكملات غذائية علشان تريح لنا الأعصاب وتهدينا شوية، بتبقى حاجات طبيعية وما يكونش ليها آثار جانبية؟ أيوة في حاجات. بناخد إيه؟ بناخد فيتامين بي 6، بناخد فيتامين د. فيتامين د وفيتامين 6 كمكملات يعتبر من أفضل المكملات اللي تريح لنا الأعصاب بتاعتنا. فيتامين د، احفظ ورايا وكون ماسك ورقة وقلم. فيتامين د وفيتامين بي 6 دي طبعا من ضمن الفيتامينات. ممكن ناخد أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم برضو من ضمن الحاجات اللي بتريح الأعصاب. هناك وجبات مقترحة؟ هناك وجبات مقترحة، ممكن وليكن بعض الحاجات زي البليلة باللبن، مثلا التمر مع الحليب بالمكسرات بعسل النحل في النهار. هناك مشروبات برضو ممكن تفتح لنا الشهية شوية، ممكن زي مشروب البابونج، اليانسون، الحلبة. نكمل؟ عايز نكمل؟
مشروب اليانسون والحلبة، واليانسون والحلبة والبابونج ممكن نجيبها كحاجات فواكه للشهية شوية. نبعد بقى عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه بشكل مبالغ فيه، لأن الحاجات دي بتقلل لنا من نسبة الكالسيوم بتاعنا، فبتعمل لنا هشاشة في العظام، تلاقي العظم بتاعك ضعيف، تقع على الأرض تحس بألم بسرعة. ليه؟ لأن احنا مع لأن احنا بنشرب القهوة والشاي والنسكافيه بشكل مبالغ فيه، فشرب الشاي والقهوة والنسكافيه بيزود برضو من عملية الحرق، فبالتالي ما بنستفدش من الأكل بتاعنا، زائد إن برضو بيقلل لنا من كمية الكالسيوم اللي موجودة عندنا، بيخلي يعني الكافيين اللي موجود في الشاي والقهوة والنسكافيه بينزل بسبب الزيادة المبالغ فيها. الشاي والقهوة والنسكافيه لها فايدة، لكن لو خدنا واحدة في اليوم، خدنا 2 في اليوم حد أقصى، لكن نشرب أكتر من كده بتبقى دفعة قوية جدا إن الكافيين الزيادة ده بيخش ياخد الكالسيوم بتاعنا من العظم، أو ياخد الكميات الكالسيوم اللي موجودة المفروض أصلا تترسب في العظم عشان تزود لنا من الكتلة العظمية بتاعتنا، تاخدها وتنزلها في البول والبراز بتاعنا، فبالتالي ما نستفدش من الأكل بتاعنا اللي فيه مغذيات زي الكالسيوم. فبرضه لازم نقلل من الشاي والقهوة والنسكافيه، نحاول قدر الإمكان إن احنا بدل ما بناكل وجبتين في اليوم أو وجبة في اليوم، نحاول قدر الإمكان إن احنا ناخد حاجات فيها سعرات حرارية عالية وعلى مدار اليوم. يعني مثلا ممكن ندخل في الأكل بتاعنا زبدة فول سوداني، يبقى مثلا مع كل وجبة معانا معلقة زبدة فول سوداني، كمية سعرات حرارية عالية وبرضه تزودنا. ممكن مثلا وليكن نقول إن بذور الكينوا كنشويات صحية، ممكن مثلا وليكن ندخلها برضو من ضمن النظام الغذائي بتاعنا. ممكن نخلي بدل ما بناكل وجبتين في اليوم ناكل 5 وجبات في اليوم بس وجبات صغيرة، ندخل مثلا بروتينات صحية يبقى في الأكل بتاعنا، نحاول ننزل نلعب رياضة شوية، ننزل مثلا وليكن أي جيم جنبنا ونلعب شوية رياضة، لأن تلقائيا طول ما العضلة بتاعتنا مش بنبذل عليها مجهود العضلة مش هتكبر. امتى تكبر؟ اما احنا نبذل مجهود اكبر من حجم العضلة، فالعضلة يحصل لها زي تدمير كده. فعلشان تتأقلم مع الوضع الجديد لازم تكبر من نفسها وتكبر من حجمها علشان تتأقلم مع الوضع الصعب اللي انت مدخله عليك. سؤالك دكتور مستر، بس يعني فاللي انا عايز اقوله لك تحاول قدر الامكان ممكن خلاص طبعا كلامك في وجهة نظري. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك واحلى فولو. الله يكرمك. تمام والله ما عارف اقول لحضرتك ايه. ايه تسلم لي. الله يكرمك. لا تمام كده، انا عرفت الدنيا حل ايه. هو انا السي بي سي عملته، ما فيش حاجه، هو الغده الدرقيه ده اللي انا شاكك فيها فهعمله، بس يعني انا محتاج اعمل، لكن ديدان برضو ما ديدان برضو ما فيش ايه، يعني عملت سي بي تحليل سي او سي ادوار بي يعني؟ سي وديدان عملته كذا مره بس ما فيش حاجه. يعني القصه هو القصه يا في حرق غدة درقية يا عصبية زي ما انت قلت. ايوه بس فخلينا نشوف، خلينا نعمل التحاليل دي ونتاكد بنفسنا، ومن الضروري برضو ان انت ما تعمل النظام الغذائي تلعب رياضة علشان نزود الكتلة العضلية، ما نكونش بنزود دهون، فاهم؟ تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك الله يحفظك. يلا يا اخي يومك سعيد، حياتك كلها سعادة، خلي بالك من حبيبي. نفسك، اعمل التحاليل، واكون فخور ان انت ترجع لي مرة تانية وتقول لي انا الحمد لله زدت، وكنت انت السبب ان انا تحط لي على نقطة الضعف بتاعتك، اكون سبب في تغيير حياة الانسان ديت، بالنسبة لي حاجة كبيرة، فانا اللي بقول لك شكرا يعني. حبيبي ماشي حبيبي يا دكتور، حبيبي، الله مع يحفظك ألف سلامة.